قولك فيما هو منسوب إليك من المتهم الثالث في القضية. سيادتك برضه ما جاوبتنيش يا فندم. أنا ليه بحضر التحقيق من غير محامي؟ مش ده حقي؟ ومين فينا هنا المفروض يسأل التاني؟ يا فندم، يعني سيادتك شايف إن ده وضع طبيعي ويرضي ربنا؟ اتهامات بالخطورة دي بتتوجه لي من غير ما يكون معايا محامين؟ هنعمل إيه يغضب ربنا ليه؟ القضية لسه في أولها وهتاخد كل عقوبة قانونية. إحنا ما بنظلمش حد يا محمود. وبعدين أنا مش فاهم، ده المتهم الأول والتالت معترفين عليه، واعترافاتهم إيه؟ وريتها لك بإمضاءاتهم. طبعًا المتهم الأول مش هقدر أواجهه، لأنه مات الله يرحمه. بس هتقولي المتهم الثالث قصادي يا فندم، وانا واجهه ان كل اللي قاله عليا كذب. يا دي شغل التمثيلات اللي بوظ دماغ الناس. انت فاكر نفسك هتمسك في رقبته وتقول له يا كذاب لحد ما غير اقواله؟ الراجل موجه لك اتهامات محدده ومعترف عليك انت والمتهم الاول اللي برضه مضى على اعترافاته قبل ما يتوفاه الله. يبقى ترد على الاتهامات دي بشكل محدد وتثبت خطأها، او تفشل في ده فيطبق عليك القانون، او تعترف. ايه كلامي فيه حاجه تضحك؟ انا اسف يا فندم، اصل سيادتك يعني لما جبت سيره القانون ضحكت. بس من ساعة ما اعتقلوني وانا ما سمعتش اسم خالص، يعني خفت يكون جراله حاجه. بس الحمد لله حضرتك طمنتني عليه. واضح انك مش مقدر خطوره الاتهامات الموجهه ليك وبتتعامل معاها باستخفاف. يا فندم بالعكس، والله ابدا. وعشان كده انا مصمم ان اخد حقي الطبيعي ان يكون معايا محامين عشان اقدر اثبت ان كل الاتهامات الموجهه لي انا واخويا باطله. مالكش دعوه باخوك، ورد على يخصك انت وبس. ليه يا فندم بس؟ مش انتوا تهمني انا وهو مع بعض؟ يعني براءتي هتبرأه، بس ادوني فرصه اثبتها. احنا ماسكينك، اثبت براءتك. أنا آسف في السؤال يا فندم، بس سيادتك شايف إن اللي بيحصل ده فيه تطبيق للعدالة اللي حضرتك مؤمن بيها؟ والله أنا ما منعتكش تجيب معاك محامي، أنت اللي جاي من غير محامي، ولو كان حضر معاك المحامي أنا كنت هثبت حضوره في التحقيق، لكن أنت عارف طبعًا إنه قانونًا حتى في حضور المحامي أنت اللي هتجاوب مش هو. وبعدين أنا مش فاهم أنت مكبر الموضوع ليه؟ جاوب أنت على الأسئلة، لما ده تمشي في سيرها الطبيعي وتجيب محاميك، خليه يقرأ إجابتك ويقدر موقفك القانوني وينصحك. يعني برضه سيادتك مصدق إن أنا بحضر التحقيق من غير محامي؟ أكن ده باختياري. ممكن سيادتك ترد عليا في السؤال ده؟ واضح إنك فهمت هدوئي غلط. اتفضل جاوب على أسئلتي. ما هو قولك في الاتهامات المنسوبة إليك؟ فندم أنا مش هجاوب على أي سؤال غير لما أعرف وضع إيه في القضية دي. أنا من ساعة ما دخلت وحضرتك عمال توريني ورق عليه إمضاءات. بس أنا ما قريتش نص الاعترافات ولا الاتهامات ولا فاهم أي حاجة يا فندم. ما أنا هواجهك بيها في أسئلة التحقيق وأنت بقى رد. برضه يا فندم أنا متمسك بحق إن يكون معايا محامي. وبعدين أنا مش المفروض أكلم أهلي أقول لهم أنا فين؟ مش ده حقي القانوني؟ انت شكلك محتاج اللي يفكرك بخطوره القضيه اللي انت متهم فيها. انت متهم في قضيه ارهاب، فاهم يعني ايه ارهاب؟ اه يا فندم، بس المتهم بريء حتى تثبت ادانته. يا فندم انت هتعلمني القانون؟ وانا كان حصل مني اي افتراءات على حقوقك؟ اثبت يا ابني في المحضر، اقتنع المتهم عن الادلاء باقواله لحين اخذ فرصته في احضار محامي، وقد قررنا حبسه 15 يوما على ذمه التحقيق وايداعه بسجن وادي النطرون المشدد لحين استكمال التحقيق. يا استاذه ما حدش يعرف هو فين، هو ممسوك ولا هربان؟ مش عارفه اشرح لك ازاي. بص تعال نقول انه مخطوف، تمام؟ طيب واحد مخطوف، هل في اي حد في الدنيا بيعرف مكانه غير اللي خاطفينه؟ ايوه بس ده مش مخطوف، دول منزلين صورته في التلفزيون ومتهمينه باتهام ما يعلم بيه الا ربنا، يعني الدوله معترفه ان هي حبساه، يبقى لازم تقول لنا هو فين. طب والنبي انت قول له حاجه يا اسطى، يعني اشرح له، انا مش قادره اشرح في بديهيات اكتر من كده. وبعدين بصراحة أنا كنت فاكرة إن العيلة بتاعتكم خبرة في الكلام ده. معلش يا أستاذة، أصله الموقف بالنسبة له لسه جديد، بصراحة جديد عليا أنا كمان. هو كل اللي شافه يعتبر رفايع جنب البلوى الكبيرة اللي إحنا فيها دي. معلش سيبك منه، أصلاً مش ناقصه. أنا عاوز أفهم من حضرتك دلوقتي، قضايا الإرهاب دي مش بيطلعوها على أمن الدولة العليا اللي في مصر؟ يعني احنا لو رحنا مصر وسالنا عليه هناك مش هيدلونا؟ زمايلي هناك سالوا ومصادرنا من جوه النيابه اكدوا لنا ان هو ما ترحلش على هناك. يعني ايه؟ هيرحلوه على السجن من غير ما يحققوا معاه؟ ده انا على كده زعق لي نبي وفلتت منهم بمعجزه الحمد لله. لك الحمد والشكر. قول لي يا اخ حسين، انت لما اتقبض عليك واحتجزوك استعملوا معاك الطرق القانونيه؟ طيب وانت بقى ايه كنت يا دوبك مشتبه فيه؟ فما بالك بقى واحد جايبين عليه ادله مصوره. ماشي. لنفرض انه ابن كلب قتل قتلة. لا مؤاخذة يا حماية، والله ما اقصد حقك عليا، انا اسف ما اقصدش. ما احنا لازم نعرف محمود فين يا داهية. يا ابن ارحمنا، سيب الاستاذة خليها تركز عشان تعرف تجاوب على سؤالي. يا استاذة لو ما ترحلش على امن الدولة العليا اللي في مصر
مش جايز يكون في فرع ليهم هنا؟ بص انا هشرح لك يا اسطى. حكايه نيابه امن الدوله العليا دي مش مرتبطه ابدا بمكان. يعني هما ممكن يرحلوا متهم من نيابه للنيابه وفي اي حته في مصر من غير ما تبقى نيابه امن دوله. يعني اي نيابه عاديه ممكن تتقلب نيابه امن دوله لو القضيه بتاعت المتهم امن دوله. يعني بصراحه كده محمود ابنك ممكن يبقى في اي حته في مصر. بس انا استنتاج ان امن الدوله تسرعوا شويه في عين الاتهامات المره دي. يعني طبعا متورطين قدام الراي العام وعاوزين يبينوا ان هما جامدين وشايفين شغلهم كويس. بس وقت الجد ما اظنش ابدا ان هما هيسمحوا بتحقيق عادل ونزيه. اصل السنه اللي فاتت كان في كذا قضيه شبه كده، ولما كانت بتروح المحكمه كان على طول بيتكشف ان هما اخذوا الاعترافات دي تحت التعذيب. علاء النعمه انا ما فاهم اي حاجه من كلامها. يعني ايه نروح نفتح المندل عشان نعرف الولا فين؟ يا ابني طول بالك شويه. ايه رايك يا استاذه نلجا للجماعه بتوع الاعلام يساعدونا زي ما حصل في القضيه اللي فاتت، زي ما عمل احمد. للاسف المره دي الحكايه اصعب بكتير. ما انت عارف يا اسطى هم قد ايه مسيطرين على الاعلام. ده بالعكس انا عايزك تتوقع انه احتمال كبير الاعلام يسوق سمعتك انت وولادك. يعني هو صحيح في جرايد مستقله وفي برامج محترمه، بس برضه دول مش هيقدروا ابدا ياخدوا صفنا، يعني عشان الموضوع حساس. مفيش بقى قدامنا غير الانترنت. يعني حتى ده بيدخلوا ناس على الموقع تشنع وتكذب. مين؟ يا ام محمود مش عارف اقول لها ايه. ما تردش ما تردش. ايوه محمود. الو يا ولاد الايه؟ انا مش عارفه اعمل ايه. مش قادره ارمي عليهم ميه وسخه عشان ما غسلتش النهارده، وخايفه ارمي عليهم اكياس الزباله يقوموا مصورينها ويقولوا شايفين اهم بيرمونا بالزباله. ده صحيح ما عرفوش يربوا ولادهم، دول بجد ارهابيين. دول تعبوا اعصابي، كل شويه يطلعوا يخبطوا. حتى هدى بنتك راحوا لها، بس انت عارفها جدعه جريت وراهم بالمهش. ده كل ما حد يعدي من الجيران يوقفوه ويسالوه، والله اعلم بقى بيقولوا ايه. ده حتى الست ام زكريا وقفوها وسالوها، وانت عارف الوليه دي ما بتطقنيش. تلاقيها هتفتري افترى لما تقول يا بس. احنا اتفضحنا يا عبد الناصر، انا خايفه قوي. المهم عندي ابني محمود، انا عايزه اطمن عليه. مش مهم اعرف هو محبوس فين، انا عايزه اطمن ان هو عايش. ما تقول للست منى تسالهم وتقول لهم يقولوا لنا اذا كان عايش. بلاش يفتحوا بقهم ولا يتكلموا، يهزوا راسهم بس كده واحنا هنعرف. انا خايفه على الواد لا يقتلوه، اكمنهم فاكرينه ارهابي ومالوش دي. الهي يخليك يا ناصر، ادعي لهم ادعي لهم من جوه قلبك. حكم انت ساعات بتكروت. زي ما قلنا النيو مملوك ستايل كان نتاج للحركة السياسية والاجتماعية في الفترة اللي هي وقت الاحتلال الإنجليزي. طب ليه المصريين راحوا يدوروا على ستايل يحيوه في الفترة دي؟ لأن آخر دولة حكمت مصر بشكل إمبراطوري بشكل مستقل، مصر ما كانتش فيها ولاية تابعة لإمبراطورية تانية، كان العصر المملوكي. فده كان نوع من المقاومة، عشان كده ما نقدرش نفصل العمارة. معلش أنا آسفة، أنا مستنياك بره، ما تخلص. ما نقدرش نفصل العمارة ولا التراث أو التاريخ عن المجتمع وعن الحركة السياسية والثقافية في أي وقت. أحمد دلوقتي بيدفع هو وأخوه تمن دفاعه عني. أحمد دفع عني من غير ما ياخد مني حاجة. دفع عني لأنه بيحبني. لما اتعرفت عليه كان في سنة أولى. كان دايماً بيحاول يتقرب مني. كل مرة بشكل وكل مرة بحجة.
مرة ملزمة جديدة ومرة نشاط طلابي، كنت بتعامل معاه بشكل طبقي، حاسة بمشاعره يعني، بس ما كانش في بالي لأني وقتها كنت في علاقة مع هيثم. أيوه هيثم باشا، صاحبك وصديق عمرك اللي اعتمدت عليا لما سافرت البعثة، وصيته ياخد باله مني وألجأ له في كل صغيرة وكبيرة. مش عارفة ده حصل ازاي، يمكن وقتها كنت محتاجة الحنان بعد وفاة ماما وبابا، وكنت محتاجة الراجل يقف جنبي، راجل قوي بيفكر ويقرر ويتصرف، أسمع كلامه. أو جايز كنت مستمتعة بفكرة إن راجل كبير ومتجوز ومخلف معجب بيا وبيحبني بشكل هستيري. هو صراحة كان شاطر، كان عارف مفاتيحي كويس جدا، ما فوقتش غير لما لقيت نفسي حامل السنة اللي فاتت. ما تسألنيش ده حصل ازاي، تقدر تقول ربنا كان بيعاقبني عشان عملت كده في رانيا مراته؟ مش عارف. طبعا الباشا قلب على الوش التاني، كل الحنية اللي كانت راحت، وأصر بمنتهى الشراسة اللي في الدنيا إني أنزل البيبي وفورا. الشهادة لله ما قصرش، أحسن دكتور بأفضل إمكانيات ممكنة، هو اللي اتصرف في الموضوع كله، هو اللي دفع كل المصاريف. بعد ما اتحمل مسؤولية العملية اختفى من حياتي تماما. ما كلمتنيش ليه؟ ليه ما اتصلتيش بيا؟ ازاي كل ده يحصل؟ فكرت اعمل كده ولو حتى عشان تضغط عليني وتجوزني بدل ما اشيل ذنب الاجهاض، بس انت خلاص كنت بتخلص في امتحانات الدكتوراه، قلت بلاش اضيع مستقبلك عشان غلطه انا اللي عملتها في نفسي. وبعدين احكي لك ازاي يا شامل، احنا عمرنا ما كنا قريبين، ده مش ذنبك ولا ذنبي، بس انا من ساعة ما كبرت وانت طول الوقت مسافر، ما بشوفكش غير في الاجازات. انا مش بحملك الذنب، بالعكس انا اللي متحملة كل المسؤولية. المهم ان بعد ما ده حصل كنت تعبانة نفسيا، كنت محتاجة لحد يقف جنبي، حد احكي له عشان ما اتجننش. في الفترة دي احمد كان بيقرب مني، حكيت له اللي حصل معايا بس ما قلتلوش حصل مع مين، قلت له واحد من قرايبنا من بعيد. كنت متوقعة يتعامل معايا باحتقار، بالعكس كان راجل جدا معايا، وقف جنبي واحتواني وساعدني اروح لدكتور نفساني. بعدها بدأت انزل معاه ومع مجموعة من شباب صحابه في نشاط طلابي جوه الجامعة، حبيت أحمد من كل قلبي واتجوزنا. هو اللي طلب يتجوزني على فكرة مش أنا، أنا في الأول رفضت، خفت يكون بيعمل كده شفقة أو عشان يحسسني إني بني آدمة كويسة، ولما رفضت مرة واتنين أصر، تعلمت منه حاجات كتير عن الدنيا وعن مصر وعن أهلها. لما حسيت اني بقيت بني ادمه كويسه، جايز تبقى غلطت يعني، بس خلاص نسيت غلطتها، اتجوزته. كان نفسي اقول لك اول ما رجعت من السفر،
بس خفت تبص لظروفه وعيلته. قلت اكيد هتقعد تسمعني كلام عن عائلتنا وفلوسنا وعن طمع الناس فينا. لما لقيتك داخل في سكه الحزب الوطني قلت اكيد الامور هتتعقد اكتر. قلت اجل الموضوع لوقت تاني. خليها تجيب ظروفها. من حوالي شهر تقريبا اتفاجئت بالباشا بيطب عليا في البيت في غيابك. قال ان زمايله في النشاط الطلابي حكوا له عن نشاطي السياسي، يعني بنزل الشارع مع مجموعه كلنا خالد سعيد. كان بقالي كتير ما شفتوش، حتى في الكام مناسبه اللي عزمك فيهم بعد ما رجعت من السفر ما كنتش بروح. لما قلت له يبعد عني ويسيبني في حالي اتحرش بيا، اتجننت، ما كنتش مصدقه اللي انا شايفاه. حاولت اضربه، ضربني، فكرت اصوت والم عليه الناس واعمل له فضيحه، بس قلت اكيد هبقى بعمل فضيحه لنفسي مش له هو. كنت محتاجه لحد احكي له، ما عرفتش اخبي على احمد، قلت له. من ساعتها ابتدت المواجهه ما بينهم، وللاسف احمد دلوقتي بيدفع ثمنها. مش هو بس، هو واخوه كمان، وانا مش هقدر اتفرج على كل اللي بيحصل ده وافضل ساكته. وانت كمان يا شامي. يعني عايزاني اعمل ايه؟ يعني ايه؟ مش هتقف جنبي؟ مش هتفكر معايا بحل ينقذ احمد من اللي هو فيه؟ بعدي عني، ما تلمسنيش، ما تجيش ناحيتي. انت جايه عايزاني اقف جنبك وابقى اخوكي دلوقتي؟ بعد ايه؟ بعد ما خربت؟ صباح الفل يا فندم. صباح الفل. جاهزين تستلموا؟ هات يا سيدي. يا ما جاب الغراب لهم. لا يا فندم، المره دي السيده جامده، العيال بتوع كنيسه اسكندريه. انهي فيه؟ هي هتفرق معاك يا ناصح؟ استلم وانت ساكت. تمام يا فندم. على ما تعال يا ولد. امسكوا عسكري. اسماعيل فين؟ فين اسماعيل عبد الرحيم؟ انا ايش دراني فين اسماعيل؟ ما تصلي على النبي كده وتهدى، مش ترمي لك سلام الاول؟ انت اتجننت ولا ايه؟ انت عارف احنا فين؟ ايوه هنكون فين يعني؟ سلامها لله. اكيد مش هيجيبوا اسماعيل هنا، مش هيحط لهم اللي هم عايزينه، اكيد هيطلعوه افراج. توك فين انت فاكرك؟ انت عايز تجنني؟ انت فاكرنا رايحين تركيا نتفسح؟ اسماعيل هيودينا في 60 داهيه. قلت لك يا واد خالي سلمها لله. بس يا مسجون منك له. يلا نجمع اللي جوه. يلا يلا. عدل كده. يلا يا اخويا افتح يا ابن الباب. خش. امين فيهم؟ محمود عبد الناصر. سلم. امشي. التاني ساعة بصين. امشي شوية. ترمين.
ايوه كده، هي دي العلاقات اللي بفايده. بقول لك ايه، ما اتجوزوا اختك يا سيدي. اغصب عليها، مش انت اخوها الكبير؟ الله. لا بجد بجد بجد، اوعى تقطع علاقتك بسكرتير النيابه ده. احنا بنتزل كل زول عشان نعرف منهم اي معلومه. طب خلاص، تمام تمام، سلام. خير يا استاذه براء ان شاء الله؟ يا ابني مش كده، اصبر شويه. براءة ايه؟ هم عملوا فيك ايه في الحبس؟ مسحوا الذاكره بتاعتك؟ شويه طمنينا يا استاذه. فعلا حققوا مع محمود النهارده الصبح، بس محمود بقى طلع جدع، رفض يكمل التحقيق لحد ما يجيب محامي. كانوا بيتعاملوا معاه على اساس يعني كان في فرصه ان يجيب محامي، هو اللي ما جابش. المهم خد 15 يوم على زمه التحقيق. فين؟ لا دي لسه ما نعرفهاش، لان تبع الداخليه. طب ما نسال ودوه على فين؟ يا مصبر الوحش على الجحش. طب ممكن بعد اذنك الجحش يسال سؤال دلوقتي يا استاذه؟ مش حضرتك بتقولي انه خد 15 يوم حبس؟ انت كنت فرحانه ليه وانت بتتكلمي في التليفون ده؟ انا افتكرت خلاص ربنا نصفه. عشان اتاكدت انه فعلا حققوا معاه امام نيابه امن الدوله العليا. انا كنت خايفه لا يحولوه قضاء عسكري، يعني زي ما بيعملوا في قضايا الاخوان. بس محكمه امن الدوله العليا دي قضاء استثنائي برضه، ما فيهاش استئناف. معنى كده ان فرص احمد ومحمود في البراءه هتبقى قليله. اهو يا اسطى، نص العمى ولا العمى كله؟ عمى ايه بس؟ انا مش فاهم منكم حاجه انتوا الاثنين. يعني ايه مش هنعرف محمود فين ونروح نزوره ونجيب له عيش وحلاوه وامه تعيط تعليه في حضنه؟ مش دي ابسط حقوق المساجين؟ ولا هم زينا لما بيتحبسوا ما لهمش اي حقوق؟ يا بنتي بعد اذنك انا همشي قبل ما تتشلي، عشان في وراكي مظالم محتاجين مجهودك. ماشي يا اسطى، وانا لما اول ما اعرف اي حاجه اكيد هبلغ حضرتك، وهمشي في اجراءات كمان للزياره. مع اني بصراحه يعني شاكه انه هيدونا اذن زياره، بس برضه نبقى عملنا اللي علينا. كتر خيرك يا بنتي، يلا يا ابني. السلام عليكم. عليكم السلام. عامله ايه يا امي؟ اوعي تكوني جبتي المخفي معاكي. لا ما جاش، هو لعب بالعيال دول، عندهم مدارس. بيسلم عليكي. الله لا يسلمه. كنت فضلتي قاعده مع عيالك، ما كانش له لزوم تيجي يعني وتتعبي نفسك. واسيبك قاعده كده لوحدك ودي تيجي برضه؟ تعيشي يا حبيبتي. خدي يا بنت هنا. انتي لابسه اسود في اسود كده ليه؟ ها؟ جاتك نيه هتفولي على اخواتك يا هبله؟ نيلي يلا خشي غيري الاسود ده، ما تقفليهاش في وشنا اكتر ما هي متقفله. خش. بقول لك ايه، حسك عينك تقضيها مناحه وتفضلي تقوقي طول ما انت قاعده هنا، احنا مش ناقصين. ما هياش اول مصيبه ومش هتكون الاخيره يا اختي. يا رب الطف بينا يا رب وجيب العواقب سليمه. يا رب يطمن قلبي عليكم يا ولادي ولا يحرقش قلبي عليكم ابدا، انتوا اللي زيكم. نبي يا رب. اللي يشوفك يا عمي وانت بتتكلم مع الست المحاميه يقول ان انت رايح لها في قضيه نفقه مش قضيه ارهاب. انت في ايه؟ ما تتفضل معانا. مش عمي اللي متهم في قضيه ارهاب، عمي بريء، دول ولاده بس مظلومين يعني. ولا انت شكلك مقلق من الدقن ولا ايه حكايتك؟ هي دي دقن؟ دي كانت زمان حاجه كده بس النصيب. بس كده احلى يا عمي، مش كده الدقن احلى؟ مش كده احلى؟ يعني افتح باب العربيه وارمي نفسي واموت كافر عشان ترتاح انت؟ يا اخي انت ايه؟ وانت ما بتبطلش يا عمي. بعد الشر عليك، انا ما اقصدش والله، حقك عليا. بس انت عارف عندنا اصحابنا في الجامع بيقولوا على حضرتك يعني لا مؤاخذه في الكلمه انك كافر. شيوعي يعني من اللي بيهيجوا العمال. هو انت صاحب بتهيج العمال يا عمي؟ بتهيجهم يا جدع؟ مش كده، انا ما اقصدش اللي انت فهمته، انا قصدي يعني انك من اللي بيحرضوا الناس على الثوره. اعمل معروف ونزلني يا اسطى في اي حته يا اسطى. الراجل قال لا. العشاء يا ولد. يا باشا يا باشا،
لا مؤاخذه يعني في السؤال، مش المفروض ان انا في سجن ومعايا مساجين؟ طلع بسن انفرادي، انا اعرف ان الانفرادي ده للتاديب وانا ما غلطتش. يا سلام. لا يا ولا، ده انت لعيبه ما تطلعش من بقك ابدا. يا مسجون ده اسمه عنبر المشدد، وبعدين هو ده النظام. ايوه اخوانا، بس انا كده هتجنن، عايز اكلم اي حد. طب نجيب لك موزه تونسك؟ تعرف تلاقي على عينك وتسكت؟ احمد ربنا، احمد ربنا انك نايم في زنزانه لوحدك وعندك فرشه وغطا ومخده. ده المحبين زمايلك في العنابر التانيه بيناموا ورادي، كل واحد فيهم يا حول الله بينام له ساعتين ثلاثه ويقوم عشان يوسع لغيره ينام. طب ابوس ايدك وديني ليهم. استنى بس، ابوس ايدك وديني ليهم يا عم، انا عايز انام ورادي، عايز اكلم بني ادمين. ولا توجعش دماغي، عندك الصبح ساعتين تمشيه يبقى اتنين يرغي فيهم على اللي انت عايزه. ها ليك طلبات تانية؟ أمر تحت أمر، يعني لو عايز نغير لك الأكل مثلا يعني. لا يا عم الله يكرمك. جد أنا بتكلم جد، يعني لو عايز نغير لك الأكل ممكن، لو عايز نزود لك شوية برضو ممكن، عايز نجيب لك عيش صابح ماشي، بس أنت فتح مخك. بس أنا معيش حاجة، قبض عليا بالترنج. ده هيحكي لي قصة حياته بقى. طب اتنيل ادفع بقى، ولما يبقى معاك اللي تظبط بيه نفسك ابقى انا اظبطك يا مسجون يا بعكوك. انت فاكر ان في حد هينزل مظاهرات يوم عيد الشرطة؟ تبين عليكوا اتهبلتوا. ليه يعني؟ ما التونس اجدع مننا في ايه؟ انت فاكر ان شعبك قايم نايم بيفكر في ثورة تونس؟ ده الناس بتتفرج عليها عادي كأنها بتتفرج على زلزال ولا اعصار في اليابان. انا مش فاهم، لما انت كاره الشعب ده قوي كده بتشتغل في السياسة ليه طيب؟ مين اللي قال ان انا كارهه؟ امال انا عايز اغير الواقع ليه؟ مش عشان بحب شعبي؟ بس في فرق بين ان انا احبه وان انا اتخدع فيه واحمله فوق طاقته. بلاش تتناقش مع احمد. احمد خلاص، موضوع التغيير العنيف ده كل دماغه. ودي اللي جايبه وجعه هو واخوه. انا اسف يا احمد، ما اقصدش، والله ما اقصد. كلنا عارفين وطنيتك وحبك للبلد دي. بس صدقني انت مش فاهم الشعب المصري. ده شعب مسالم ومحب للحياه. وهي دي حياه يا شيخ؟ ما احنا عمرنا كده ما هنتغير طول ما احنا بنتكلم وخلاص. افهم يا احمد، احنا قوتنا في عدد الناس اللي هيقتنعوا بالشعارات اللي هنرفعها واللي هيصدقوا فعلا ان احنا ولا عايزين منصب ولا عايزين سلطه. احنا كل اللي عايزينه عيش، حريه، عداله اجتماعيه بس. على اساس ان اللي مانع عنهم العيش والحريه والعداله الاجتماعيه هيقول لهم اتفضلوا، هسيب لكم مصالحي وهديكم اللي انتوا عايزينه. ما تبقاش ساذج، انت لازم تكسر مناخيره وتركعه عشان يستسلم. بقول لكم ايه، ما تسيبكم من الجدل البيزنطي ده. احمد عنده اسبابه الخاصه اللي عمرها ما تخليه يقتنع بالمظاهرات السلميه بتاعتنا، ولحسن الحظ ان هو مش هيشارك فيها اصلا، يعني هيشارك من بعيد لبعيد، لانها لو نجحت هتكون سبب براءته هو واخوه ان شاء الله. ازاي بقى فكيفك؟ انت ناسي ان اول ما طالب المظاهرات اقاله وزير الداخليه ومحاسبته ومحاكمته على كل انتهاكات حقوق الانسان؟ على اساس ان هو اللي عمل الانتهاكات دي، مش اللي عينه وسابه وزير كل السنين دي يطحن في البلد. ما هو لو اتشال وجه وزير جديد علشان يطلع نفسه راجل كويس هيفتح التحقيقات في القضايا اللي حصلت في عهد اللي قبله، وهيكتشفوا ان انت اخوك من الابرياء. ولا انت ناوي تعيش طول عمرك هربان؟ لا، بس مش عشان اطلع انا اخويا براءه اشارك في المظاهرات السلميه الهبله بتاعتكم دي. كده احنا بندخل في الغلط. انا اسف يا رجاله، حقكم عليا معلش. عامه ربنا يوفقكم. انا اخش انام، اعصابي تعبان. صباح على خير. يا ولا تريمي قدامي هنا خليها اشوفك. يلا يا مسجون قدامي، يلا يا اخوي، وتسعتين التمشيه بتوعك جت مشاش في ركبك. قاعدين نخدم فيكم زي ما تكونوا بهوات مش مساجين.
ايه ده؟ ايه يا استاذه؟ ده ذهبي وذهب امي، ولو عايزه اكتر اجيب لك. في الحقيقه انا مش عارفه اقول لك ايه يا شيرين. يعني انت لما كلمتيني في التليفون قلت لك تعالي على اساس يعني انت مثلا عندك معلومات تساعدنا نلاقي محمود او اي حاجه كده. ما عشان كده انا كلمتك قلت لك عايزه اجي. لما عرفت من خالتي ام محمود ان انت كلمتي عم عبد الناصر وقلتوا مش لاقيين محمود، قلت الم ذهب البيت كله واجي لك نبيعه ونديه لاي حد في الشرطه. يقول لنا فين مكان محمود؟ حي ولا عمره فيه اولاد الكلب دول؟ بصي يا شيرين، الصراحه يعني الحكايه دي ما تتحلش ولا بذهب ولا بفلوس. اظن بقى هتقولي ان الرشوه حرام، والكلام اللي كان ممكن عم عبد الناصر يقوله لي، مفيش حاجه ضيعتهم ولا ضيعت العيله دي غير المبادئ دي. لا بقول لك ايه، انا كده ازعل منك. بصي انا مقدره حركات الجدعان اللي بتعمليها دي، واضح انك بتحبي محمود قوي، ولعلمك بقى هو لما يعرف اللي بتعمليه ده اكيد هيغير رايه فيكي. وانت مين قالك اصلا هو رايه فيا مش ولا بد؟ هقول لك حاجه يا استاذه، محمود بيحبني وبيحبني قوي كمان، وما بعدش عني غير عشان ما يوقفش حالي. ما يعرفش ان انا حالي وحالي اللي خلفوني واقف من ساعه ما هو ما بعد. واكيد هيقف بعد عمه الذهب دي. لا لا بقول لك ايه؟ اوعي تعيطي. بصي ان شاء الله هنلاقي محمود وهيخرج بالسلامه، وربنا هيكرمه وهيجيب لك شبكه احلى من دي 100 مره بقى. ها؟ مرايا يا استاذه، وانت بتاخديني على قد عقلي؟ بصراحه باخدك على قد عقلك. ما ينفعش العلبة دي ده ابدا يا شيرين. بصي يا حبيبتي، انت تاخدي العلبه دي وتروحي تحطيها مكانها. يعني ممكن في البيت يفتكروا مثلا انها اتسرقت، يبلغوا البوليس، وساعتها هنعمل ايه بقى؟ هركن قضيه محمود على جنب واجري وراكي في الاقسام؟ ما ينفعش ابدا. يلا يا شيرين، يلا قومي يا حبيبتي، قومي روحي. نفسك ليه يا عبد الرحيم؟ ما تنزل تلعب معاهم ولا تشيل اللعيبه احسن. انت عايز تنقطني قاعد تتفرج ومش حاسس بالمصيبه اللي احنا فيها؟ ما تهدى يا ابو خانو، مالك جاي زي الحريقه كده؟ احنا في نعمه لو تاخد بالك. نعمه؟ يا ابني هم كهربوك في امن الدوله ففيوزك لسعت. حد يكارب كهرباي يا ابو خانو؟ طب ده انا ما حدش لمسني واصل، اصل انا كنت مريحهم على الاخر. مريحهم يعني ايه؟ كل ما يقولوا لي كلام من اللي قاله اسماعيل اهز راسي واسكت. يقولوا لي يعني انت معترف؟ اهز راسي واسكت. وفي الاخر مضيت وبصمت على كل اللي قالوه وريحت دماغي. يا نهار اسود، انت مضيت على كل الاعترافات الكذب بتاعت اسماعيل؟ عايز تودينا في داهيه؟ يا ابني ما احنا كده كده رايحين في داهيه، مش احسن ما نموت زي عاصم؟ طب اهو مضى، بس مضى وهو ميت، مش كده احسن؟ بقول لك يا عبد الرحيم، انت لازم تقول الكلام ده كله قصاد النيابه. النيابه؟ ليه؟ عشان يقتلوني؟ ما انا عايشه وعايشه زي الفل، احسن من اللي كنت عايشها بره كمان، على الاقل هنا الدنيا امان. بقول لك ايه، انا مش ناقصك، انت لازم تقول الكلام ده كله قصاد النيابه وتنكر الاعترافات دي وتشهد بالحق. عيب يا محمود، نزل يدك ما يصحش. مش هنزل يدي، ولازم تطلع معايا على المأمور دلوقتي تكذب كل الكلام ده قصاد النيابه يا عبد الرحيم. همالني يا محمود، انا مش طالب نيابه واصل، ومش هنشهد وما فتحش بوقي بكلمه، اشوفك خلقاتي. موتك غمواتك يا عبد الرحيم. ماشي يا ابو خالو. ايه يا ابو خالو؟ تعالى تعالى. لا اله الا الله. ايه عايزين تموتوا بعضيكوا في ايه يعني؟ انتوا فاكرين ان حد هيبكي عليكوا اصلا؟ بص شوف بيتفرجوا علينا ازاي. اهدى 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 كده ووحد الله. لا اله الا الله. صل على النبي عليه الصلاة والسلام. زيد النبي صلاة كما يقول العوام. ألف صلاة عليك يا نبي. هديت شوية؟ ينفع نتعرف؟ ولا نتخانق أنا وأنت عشان تفضي شحنة الغضب اللي جواك؟ لا العفو، أنا محمود عبد الناصر. أنا الدكتور إبراهيم عبد الحميد. أنا مهندس زيك، بس أنا في الطاقة النووية. تشرفنا يا باشمهندس. إيه؟ مالك؟ مستغرب ليه؟ يا سيدي سمعتك سباك. سمعت ايه؟ انا ما عملتش الجريمه اللي هم لفقوها لي دي. الله،
وانت شايفني باخدك بالحضن وبقول لك ينصر دينك يا استاذ خليفه، ما نص اللي انت شايفهم دول ما عملوش اي تهم. والنص التاني؟ لا كذب خيبه. في العائدون من افغانستان، وفي العائدون من البانيا، وفي العائدون من الشيشان. ده اذا اعتبرت ان نصره المستضعفين في الارض تهم اصلا. بص بقى يا دكتور، انا بقى العائدون من بورسعيد وما بحبش اتناقش في مشاكل الناس، انا فيا اللي مكفيني. طب اهدى بس اهدى، مفيش مشكله ملهاش حل، كل مشكله بتتحل بالتفكير. اذكر الله، الا بذكر الله تطمئن القلوب، والله المستعان على ما تصفون. يا دكتور شفت لسه شحنه الغضب جواك، اهدى بقى بالله، خلي ايامك السودة دي تعدي على خير. اهو الصعيدي فرحان اهو جاب دول اهو.